بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي الطلبة في تكملة للدرس الثاني عندنا. هنا كنا واقفين عند المواقف. تي اكسبليك، أنت بتشرح بوركوا تي فا على باتينوار، لماذا تذهب إلى ساحة التزلج؟ كاسكو تي دي، ماذا أنت تقول؟ طبعا أنا بروح ساحة التزلج لممارسة التزلج، بور فير دو باتان أغلاس. تي بروبوز، انت بتقترح تيزامي على اصدقائك اني دي بور باسير لا سواري، فكره لقضاء السهره. كاسكو تي دي، ماذا تقول؟ حتقول طبعا الون اون سينما، لان احنا خلنا طبعا لما بوجه الامر مع ضمير نو فده بيستخدم للاقتراح. طيب تي لوكاليزا تون امي لو ليو دو لا غاف، انت تحدد لصديقك مكان المحطه، فبتقول له سي ديفون لا بوست، انها امام مكتب البريد. موقف رقم 4، تي دون ان كونساي تون امي بور ترافيرسي لا ريو، يعني انت تعطي نصيحه الى صديقك لعبور الشارع، فطبعا بتقول له انظر يمينا ويسارا، ريغاردا دروات اي اغوش. تي ديموندا تون امي، انت تسال صديقك كومون الير او ميزي، كيفيه الذهاب الى المتحف. كاسكي تي دي، ماذا انت تقول؟ فطبعا حقول بور الير او ميزي سيلوبلي، للذهاب الى المتحف من فضلك. تي فو اشتي، انت تريد شراء دي ليفر كتب، فانت حتروح طبعا الليبروري عشان دي بتاعت الشراء، اما دي بتاعت القرايه بيبليوتيك. تي انديك، انت بتحدد او بتشير تونامي سون اتينيرير لصديقك عن وصف خط السير بورا ليغا لابوس للذهاب الى مكتب البريد. كاسكو تي دي، فبتقول له طبعا كونتينيو تو دوغوا، يعني استمر في خط مستقيم او دغري على طول. يعني ton ami, صديقك تي ديموند بيسألك كومون تو تو ديبلاس ان فيل، كيف تتنقل في المدينة؟ فأنت بتقول له اون بيس او ان مترو، يعني في الباس أو في المترو. الجملة اللي بعدها بتقول تي ديموند تون امي سي بروجي، مشاريعه بين دول ويكوند كاسكي تي دي، فهتقول له ماذا تفعل في عطلة نهاية الأسبوع؟ داكور. تي ديموند اتون امي سي كول فير على باتيسري، ماذا يفعل في محل الحلواني؟ فهيقول لك طبعا جاشي دو جاتو، انا بشتري جاتو او حلويات. بو بارلي دو تا بوزيسيون دون لا كورس، يعني انت تتحدث عن موقعك في الكورس، يعني في السباق. فكلمه سباق طبعا احنا عارفين، حقول انا الاول انا الاخير، حقول جو سوي لو دورنيير، انا الاخير اللي رقم 1. تي ديموند اتون امي لو كونتيني دو ميزي، انت بتطلب من زميلك محتوى او ايه الحاجات المحتوى، يعني كونتيني محتوى المتحف، فطبعا هو هيقول لك فيه اثار، في لوحات، في تماثيل الى اخره. الجملة اللي بعدها تي دي موندا تون امي، انت بتسأل صديقك سي بروجي بين دو لي فاكونس، دي هو بيقول بقى، هو هيقول ان فاكونس جو في لا مير، يعني في الاجازة انا اذهب الى الايه؟ الى البحر. الجملة اللي بعدها تي دي موندا تون امي سا بوزيسيون دون لا كورس، يعني انت بتسأل زميلك عن موقعه في او مكانه في السباق، فبتقوله كالي تا بوزيسيون دون لا كورس، يعني موقعك او ما مكانك في السباق. بعد كده تي دون ان كونساي تون فرير بور ترافيرسي لا ري، يعني انت تعطي نصيحه لاخوك لعبور الشارع، فطبعا بتقول له اتون او لو فروج، يعني انتظر الاشاره الحمراء. تي دون ان كونساي، انت تعطي نصيحه ان سيكليست القائد دراجه، فطبعا طالما هو قائد دراجه هتقول له برون لا بيست سيكلابل، يعني خد ممر الايه؟ الدراجه. تي ديموند اتون ان كورير، انت تسال او تطلب من متسابق عن سا بوزيسيون دو لا كورس، عن موقعه او مكانه، فهو بيقول لك جو سوي لو بروميير، طالما هو اللي هيقول. تكسبليك بوركوا تي فا على بيبليوتيك، انت تسال لماذا انت تذهب الى المكتبه. تي دي، انت بتقول بور لير، لكي اقرا. تي ديموند اتون امي لومبلاسمون دو لا غار، يعني انت تسال صديقه عن مكانه، ها مكان المحطه او موقع المحطه، فطبعا بتساله تقول له وي لا جار، اين المحطه.
Tu demandes à ton ami, أنت تسأل صديقك l'emplacement de la patinoire, يعني مكان ساحة التزلج. هو حيقول لك فين بقى؟ En face. وإحنا قلنا كلمة en face معناها في وجه أو أمام, بتسوي كلمة devant. T'invite, أنت تدعو ton ami, صديقك, à un fête, لحفلة. فتيجي أنت بتقول له فيانا مع فيت جودي تعالى حفلتي يوم الإيه؟ الخميس. تعالوا نشوفوا بقى القواعد وازاي هنحل فيها. طبعا ده تصريف فيرب فير مع كلمة ليزي ليف, وليزي ليف بتساوي ضمير هوم حصل رفع هناخد فون. علي وسامي بعدهم فاصلة وعلامة تعجب, يبقى ده منادى. المنادى هنا جمع يبقى فت, واحنا اتفقنا من المنادى جمع يبقى بيساوي ضمير فو, والضمير فو بياخد او زاد, ما فيش او زاد خد فت. Le musée est en face, يعني المتحف في وجه أو في مواجهة de la patinoire, ساحة التزلج. De la patinoire, ساحة التزلج. J'y participe à la course, طبعا احنا عارفين كلمة كورس معناها سباق, ودي كلمة مؤنث, وبارتيسيب بتاخد حرف الجر آ بعدها فهتبقى آ لا هنا. ما سيغا سي دي بلاس عن فيلا, يعني أختي بتتنقل في المدينة عن تاكسي. طبعا احنا اتفقنا وسيلة المواصلات مفيش بعدها أداة أقدر أخش جواها, هتاخد أون على طول. مونا ونادا سون, مونا ونادا بيكونوا دي جوزي طبعا متنكرين جمع مؤنث هنا, أكتيفيتي جمع مؤنث هتاخد كال. لا مير دي موند أعالي, يعني الأم بتسأل علي فبتقول له ايه بقى؟ مارش, لان الامر هنا بتطلب منه او بتساله, فهنا الامر مع ضمير تي. منى ايه؟ لا وتيام, واحنا عارفين هنا منى مؤنث هتاخد لا, مش هناخد الا ابوستروف. ليه؟ لان احنا قلنا 8 و11 الحروف بتاعتهم اولها ساكنه. مدام, طبعا مدام يبقى هنا في صيغه احترام, يبقى خد او زد على طول, استمر دغري او مشي دغري. لو بارك ايه وبعدين لا, لا يبقى أنا عايز خلي بالك لا ليبريري إلى باتينوار. لو لاحظت كلمة ليبريري, ليبريري يعني مكتبة, وباتينوار حاجتين وأنا هشتغل ما بينهم, يبقى هاخد أونتر اللي هي بين, يبقى هاخد بين, لأن كلمة بين ده إيه؟ نعلمه نفسنا بقى إن أونتر يا إما بعدها كلمتين ما بينهم إيه اللي هي و, يا إما بعدها اسم جامع, يا إما بعدها كلمة أنسامبل اللي هي سويا أو معا. داكو مارش دون ساتري, يعني ماشي في هذا الشارع جيسك او. خلي بالك ان جيسك بيجي بعدها حرف الجر ا, وا يضغم. علي علي دي اسونامي, علي بيقول لصديقه فرونسي الفرنسي اريفي بون اريفي, يعني الحمد لله على السلام. كلمه اريفي مؤنث طبعا, لان احنا عارفين ان المنتهي بدو اكسونتو جي او, يعني الحرفين دول على طول, فهو مؤنث ما عدا ليسي وميزيو سكاربي. وطبعا المذكر والمؤنث عملنا اليوم شرح وافي جدا, وقلنا نقسمه نفسنا ان احنا ممكن نحفظ منه كل يوم حتى 5 كلمات او 10 كلمات, حلقوا نفسنا في اخر العام او في اخر الترم حافظين المؤنث والمذكر كويس جدا. الجملة اللي بعدها مكتوب سبور عن براتيكيفو, يبقى طبعا كال سبور, والكال هتبقى جمع مذكر. داكور, مفيش كال جمع مذكر, يبقى كومبياندو, كم رياضة تمارس حضرتك. نو اوني دي جوزي اون بروفيسيون, طبعا احنا عارفين كلمة دي جوزي دايما خد بعدها اون للدلالة على ايه؟ التنكر. جي فو كونسي دو, خد مصدر فعل بعد دو على طول, احنا عارفين ان فيرب كونسيي بياخد ا زائد عاقل, دو زائد مصدر فعل, فهنا هناخد فيغ. الجملة اللي بعدها لو مترو, المترو باس باغ, ما احنا عارفين ان باسي يمر بتاخد حرف الجر بار لو جه بعدها مكان, وشي لو جه بعدها عاقل. ديكري موا, اوصف لي تون كارتير حيك, لان انا بتكلم عن الحي السكني وده ايه؟ ماسكولان مذكر. مونا تورنا تورنا تورنا, يبقى مونا تورنا هنا على اساس ان المنادى ده مفرد. الجملة اللي بعدها مكتوب مارشي تو دو غوا جيسكو على بلاس تحرير, نو جيسكا لا الا, عشان كلمة بلاس هنا مؤنث فخدنا الا. لا بيبليوتيك اي ميزي دو بيجو, خلي بالك كلمة بيجو متحف المجوهرات, فهنا طبعا ميزي مذكر, يبقى انا عايز حاجة مذكر يبقى خدها انفاس دي. صحيح, اصل انا طالما لقيت واحدة صح اختار داكور انفاس دي, صحيح لان دي بعدها كلمة ميزي. طب لو فرونسي بريفير بروندر لو مترو,
لو ليه خدنا لو على طول جري كده وانا قلتها، لان انا عارف ان براندر ما بتاخدش حرف جر من حروف الجر اللي احنا خدناها، لا اه ولا اون ولا بار ولا دون، فخلاص هي بتاخد محدد معرف. فو شيرشي، انت تبحث. اتينيرير، هذا كلمه اتينيرير مذكر وموضوع بحرف متحرك، بس هناخد لها كل. طبعا انت بتبحث عن اي ايه طريق او اي وصف لي في الجملة دي. وأحب أنوه طبعا إن أي حاجة موجودة أنا بحطها على التليجرام، أي كتب موجودة بحطها على التليجرام، أي حاجة فأنا بحطها على المجموعة على التليجرام، هتلاقي في الوصف تحت عندك مجموعة التليجرام اللي أنت عايزه وموجود وفي متناول، هجيبه لك وأحطه على التليجرام دايما عندنا، بالإضافة للتلخيصات برضو. فدايما تابعنا على التليجرام، هتلاقي فيه الحاجات الجديدة بالإضافة إلى إشعارات القناة نفسها بتنزل على التليجرام. جوليان دي اسيز امي، يعني جوليان بيقول لاصدقائه، بيقول لهم جورني، يبقى يوم سعيد، بون جورني، بون جورني. شوف بقى انا بتعلم المذكر والمؤنث وتعودت اخر اتنين او ده واحده عليهم اكسون، خلاص كده عرفت ان كلهم مؤنث ما عدا كلمه ميزيو ليسيو سكاربي، خلاص ده كو، يبقى انا ماشي تمام. لو كارفور اي بري دو تياتر شارلي شابل، طبعا دي انا هاخد دي عشان تياتر مسرح مذكر. مونا باس دي بون فاكانس، مونا بتقضي اجازه سعيده، اجازه، اجازه دي جمع مؤنث، يبقى لابد تاخد بون جمع مؤنث. ميزامي بعدها علامه تعجب، يبقى ميزامي هنا ايه؟ ها منادى، والمنادى ده ايه؟ جمع، يبقى هحضر هنا شغلي على اني هقول مع الضمير فو، يبقى هدور على فعل في اخره زاد، يبقى اهو فيني فيزيتي ما ميزون، تعالوا زوروا منزلي. ميزامي بس ما فيش بعدها فصل ولا علامه تعجب، يبقى دي فاعل، يبقى ده سوجي في اول الجمله، يبقى هتصرف مع الفاعل ده. ميزامي ده اسم جامع، يبقى بيساوي الى بيك اس، يبقى ياخد فعل في اخره او ان تي. طب يا مشيو، طب ما هو في او ان تي كمان هنا، بس ده التصريف مع ال وال المفرد، ما هو دي فيرب فينيت، ده فعل مجموعه ثالثه، لابد انا اكون قريته على الاقل وفهمت ماشي ازاي. فيرب فينير من الافعال الاربعه الشهيره، ان دول ما ينفعش ان انا ما احفظهمش، لابد اكون حافظهم كويس قوي، هو الفعل الخامس بتاعهم برضه. لو بروفيسور دي موند على ليف، يعني هو طلب من التلميذ، المدرس طلب من التلميذ دو، حط لي دو يبقى عايز ايه؟ انفنتيف مصدر فعل، يبقى اخد فعل على طول، لان احنا واخدين ان مصدر الفعل يا اما فعل متصرف يبقى تاني في المصدر ما عدا اترو وابوار، طبعا ما بيجيش بعدهم فعل في المصدر. يضاف اليهم حروف الجر الاربعه الشهيره اللي انا بشتغل عليها في منهجنا، اللي هي او دو بور واي وسون. لو بروفيسور ديموند على ليف، يعني المدرس سأل التلميذ، ده طلب من التلميذ بقى، ده طلب من مفرد، يبقى هصرف مع الضمير تي، بس هصرفها في الامر، التي اخرها او او اه او اس، طب خلاص او مش نافع، ده مصدر فعل، او اس دي مستبعده، تي مستبعده، يبقى مفيش الا في، ده تصريف مع تي بقى. وفيرب فير ده لابد اكون حافظه، ده احنا خدناه في الدرس ده وقلنا يا جماعه يا جماعه احفظوا الفعل ده. ميزامي باس بار لو سكات بارك، احنا قلنا باس خد بار لو بعدها مكان. اللي بعدها فقال له الا كومباني، انا بروح للاجابه الاول ليه؟ عشان اكتشف، انا هسال اين، صح؟ عشان مكان، انتوا هتمروا هتقضوا الاجازه فين؟ فين هتقضوا الاجازه؟ طيب هنا يقضي اهو، شايف؟ بس ما جاش بمعنى يمر. تعالى مسيو، ده مسيو، يبقى انا هصرف مع الضمير فو، يبقى فعل في اخر او ايه زاد على طول. تو لو موند، تو لو موند دي مفرد، عشان لو يبقى صرف مع ال، هو بور مصدر فعل، ده حرف جر من الحروف اللي بيجي بعدها مصدر فعل، يبقى هاخد فيغ، فين فيغ؟ فين اللي اهي عليه مصدر فعل يعني. اللي بعدها سون لي ميزي، قال له سيت ان فيل، يبقى فين المتاحف؟ قال له دي في المدينه يا عم. ها جو فودري اليغ على ستاسيون، انا اريد الذهاب الى محطه المترو، كلمه ستاسيون اخرها سيون، اي كلمه اخرها سيون فهي مؤنث، ما عنديش استثناءات في المنهج بتاعي. بارو باي ولا باركل؟ باركل طبعا باي مدن، فكل هتبقى جمع مؤنث هنا. لافيت الحفلة ترمان بتنتهي امينوي، انا متعود ان فترة اليوم تصبغ بمحددات معرفة، غالبا محددات اشارة، ممكن ما فيش مشكلة ما عدا كلمة منوي ومدي بتصبغ بحرف جر لتحديد الميعاد، لانهم بيعتبروا مواعيد ثابتة. امينوي 12 بالليل، امينوي 12 الظهر. ندى وسارة سون، ندى وسارة سون بيكونوا ايه؟ لدورنيير، قال الاثنين الاخرى، يبقى جمع مؤنث هنا. سي افيني تريس لي باغافاري،
كلمة أفيني برضو سيتين أفيني، أفيني يعني شارع واسع كده بشجر على ناحيتين، ودي كلمة إيه أفيني. نبص كلمة أفيني نلاقي آخرها إي أو. طب أفيني معناها إيه؟ معناها شارع واسع زي ما قلنا. طبعا دي كلمة آخرها إي أو زي ما قلنا يبقى مؤنث على طول. ها لي فواتير السيارات بتتوقف، ها على طول دي فون أمام، لي زامي فون عشان بقت جام، مي بارو فيان دي ميزي عشان مذكر كلمة مدح، سون لي بروجي جمع مذكر عشان كلمة مشروعات جمع مذكر، جي في ا لا باتيسغيي بور اشيتي ها لكي اشتري جاتو، جي باس لو ويكوند ا لا باتينوار، اليا دي بيرسون بيردي، بيردي هنا هتبقى جمع مؤنث لان كلمة بيرسون جمع ايه؟ مؤنث. علي اي لو اونزيام مذكر طبعا. اي لا كورس دي فيلو سيت اميدي يبقى كون امتى او اكيلير في اي ساعه. ها ماري ده امر موجه للضمير تي يبقى بيان على طول. جي كونسي امي زامي دو بروندر مصدر فاعل. ها كل الجمل دي بقى شرحنا ليها، احنا خدنا على اساس ما فامي فا ان فاكونس سيغ لا بلاج او ا لا بلاج. ها عشان المؤنث طبعا كلمة بلاج. لو سيكليست رول سيغ لو بيست سيكلاب، سيغ لو بيست سيكلاب. اللي بعدها كيل سون لو ديغيزمون، كلمة ديغيزمون جمع مذكر يبقى خد لها ايه؟ كيل على طول جمع مذكر عندنا عشان ابقى واخد بالي منها كويس. الجملة اللي بعدها طبعا بتقول ايه؟ سيتون باتمون، مع كلمة باتمون دي معناها مبنى. ها نوفو طبعا عشان مذكر. مون بير اني وبعدين لو، التواريخ دول لها بتسبق بلو على طول. فاتي على بيبليوتيك بور لير يبقى بوركوا عشان بور زائد مصدر فعل بيسال عنها بوركوا. لو بون اي تورني اجوش، خلي بالك الفعل هنا متصرف او زاد يبقى على طول صرف ترافيرسي لو بون زي. مونا اي نوتر بريمير انفون، طفلتنا الاولى يبقى بريمير مؤنث عشان مونا مؤنث. apportez-vous cahier، طبعا في فو هنا يبقى انا هصرف مع فو. ها برون لا دوزيام ري اغوش، طبعا كلمه اغوش وادروات مونا، مونا ده مفرد اهو يبقى هقول بريبير توا، جهزي نفسك للحفله، ده فعل زو ضميرين. سي سون دو كارتيير انسيان، كلمه كارتيير جمع مذكر يبقى اخد انسيان. اللي بعدها قال له شاكوي كوند يبقى متى. بورا ليرا لا فارماسيي، فارماسيي مؤنث معناها صيدليه. جوليا هو منادى مفرد يبقى صرف مع تي اكري. نوزا بيتو او عنوان كامل بقى يبقى تاخد او على طول طالما عنوان كامل. لي ليكول اي انفاس دو بس، ليه؟ عشان بعدها صفه ملكيه. مونا فيت سون انيفرسير يبقى سون سيزيام انيفرسير، ما هو ما فيش الا بريمير وسيزيام، ماشي. طبعا هستبعد بريمير عشان انيفرسير مذكر. فا تو دروا اي يعني اذا دغري او خط مستقيم، و ترافيرس طبعا هو قال له فا هنا مع ضمير تي يبقى هنا هصرف مع تي يبقى ترافيرس على طول. بعدين دي سبورت، مارس رياضه عشان تكون في صحه جيده، ما فيش امر هنا عندنا خالص الا مع الضمير نو يبقى ده اختراع. البيير نيبرون منادى مفرد، بير سيلفو بلي يبقى حصرف عفو اهو، مدام يبقى برضه حصرف عفو عليه، علي ده مفرد هقول ريفيز راجع الدرس، تورني او تروازيام فو عشان الاشاره الثالثه هنا، تروازيام فو خدنا او عشان دي مذكر. اللي بعدها كيل برضه مذكر عشان كلمه ايتيني رير وصف خط السير. سامي دي جو في اليغ لا باتينوار، يوم السبت انا بذهب الى ساحه التزلج. طبعا عشان الاجابه هنا ان بيلوت فهقول اون كوا، باي شيء انت بتتنكر. جي في ا لا بيسين بور ناجير، انا بروح المسبح او حمام السباحه لكي اعوم. يوم الحد جي مان لي روزو، اذهب الى حديقه الحيوان، دي مذكر طبعا كلمه زو. اكتيفيتي هنا جمع مؤنث معناها انشطه. سامي وانا اوني بيردي، طبعا عشان سامي وانا هنا بيعدوا ضمير نو وجمع مذكر يبقى اون تاخد صفه الفاعل اللي عايدة عليه. مونا ونادا سون لي بريمير، طبعا الاولانيين يعني. مامي زون ايه منزلي بيكون،
هاخد طبعا دي فون عشان دول محتاجين دو او دي وما تنفعش مع لو طبعا. جابيت او دورنيير ايتاج، انا بسكن في الطبق الاخير، كلمه ايتاج هنا مذكر فاخدنا دورنيير. ساره اي لا ويتيام بتكون الثامنه في الصباغ. ساندرا اي دي جوزي، ساندرا متنكره، ان ميتسان دايما كلمه دي جوزي تاخد اون. بورا ليرو ميزي جي باس بار ليكول، انا بمر بالمدرسه، احنا قلنا بعض دايما مع بصيله وجه بعدها مكان. باس لو تران بار كذا، يبقى بار ليون اللي هي حقول بارو اللي بعدها بروجي، ده جمع مذكر عندي. طبعا زي ما قلنا الايميلات عباره عن سؤال واجابه، والاسئله موجوده عندنا هنذاكرها كويس، هنطلع بالاجابه بتاعتها بسهوله جدا، وفي طبعا فيديوهات كتير شارحه موضوع ازاي اجاوب على الايميل والمواضيع اللي هي بصفحه 107. هقرا سؤال كويس قوي وترجمه وابتدي اشتغل عليه. الامتحان طبعا زي ما متعودين واجب عندنا، وهنبقى نحله باذن الله اول فيديو الجاي. اورفوار، استودعكم الله.